عزيز. ايوه تقول كلام بقى كويس، اسمع كلام موبايل. تحتوي، تستوعب، تقف على المتغيرات اللي هي بتعملها. لقيتها مهتميه قوي بالمانيكير، بتركب ضوافر ده ما كانش موجود، بتركب برموش، بتحاول تغير في جسمها، في تسريحه الشعر، بتلبس لبس على غير طبيعتها، ممكن تدخن على سبيل المثال. يعني لما دي ازمه منتصف العمر عند الستات. يعني بصي مفيش خيانه مظاهر. يا عيني عليهم، يعني ما بيروحوش بقى يبصوا بره. خلاص جوزها تخين، ان هي تروح ما تبص بقتش مرغوبه زي احلى. الاول، فبتأفور في شويه لا حاجات. الست يعني كمان برضه من ضمن مظاهر ازمه منتصف العمر بتميل للاكل العاطفي. يعني ايه بقى يعني الاكل ايه اكل عاطفي؟ بصي عليه مصطلحات دكتور وليد هندي. ده بتاع نفتح الثلاجه 2 بالليل. لا انا هقول لك بالظبط، الاكل العاطفي ده اللي بيجي لك الهبه. هو ده تلاقي الهبه كده جات لك عاوز تاكل دلوقتي. ازمه منتصف العمر ولا ايه؟ صحيح. الفرق بين الاكل العادي والاكل العاطفي، الاكل العادي ده بتخططي له، هنطبخ ايه النهارده، هنعمل ايه النهارده. الاكل العاطفي تجي لك الهبه، انا عاوز اكل دلوقتي في اي وقت بقى، في طبق محشي بالليل هتطلعي في اي وقت. وساعات في ست بتتميز عن التانية، واحدة بتبقى عاوز دلوقتي تجيب ايس كريم، التانية دلوقتي عاوزة تجيب مثلا شوكولاتة وهكذا. كل ده بنسميه الاكل العاطفي، نتيجة التوتر والضغوط اللي عليها، فعاوزة تهرب من الكلام ده، فبتلجأ لده. ممكن ما يترتب عليه السمنة بالمناسبة برضه، فبتبقى دايما. وفي ساعات السمنة بتبقى غصب عنهم، مش بس عشان الاكل العاطفي، بتبقى الهرمونات اتلخبطت في الجسم، فشكل جسمها اتغير. هرمونات، غدة درقية مرت بفترات اكتئاب، لان خدي بال سيادتك برضه اي اكتئاب بيتعرض ليه الست ممكن يؤثر على البادي ايمج او على صورة الجسم عندها، وبالتالي على السمنة. طيب احنا عشان دكتور وليد حلقتنا خلص، ايه النصايح اللي نقولها للمنوبوز الستات؟ مش عارفه عند الرجاله اسمه ايه؟ يعني ازمه منتصف العمر. ايه النصايح اللي نقدر نقولها لهم بما ان تطرقنا للموضوع ده لان هو مهم جدا؟ لما تتابك ازمه منتصف العمر، التحف بشريك الحياه وواجهه. امسكوا في بعض. امسكوا في بعض فعلا. يعني حتى ربنا قال لك هن لباس لكم وانتم لباس لهن. استغطوا ببعض في المرحله دي، اتدفوا ببعض، يقبلوا التغيرات اللي بيمروا بيها هم الاثنين، ويمسكوا طبعا في بعض. وكل واحد يطلب من الثاني التغيير اللي هو عاوزه. شايف في مشكله عندها في الجسم، في الصوت، في طريقه التعامل، في تربيه الاولاد، في الخروجات، في المزاج النفسي، يخلقوا لنفسهم واحه كده مشتركه انسانيه عشان يعبروا المرحله الصعبه. خليك اصيل وافتكر ان دي الحلوه اللي انت اتجوزتها وهي. لا، ويسمعوا بعض. مهم جدا ان يقعدوا يسمعوا بعض ويتقبلوا النقد، لان هم عاوزين في الاخر الاحسن لبعض. بالظبط كده. نشكر حضرتك جدا دكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، استمتعنا جدا بلقائنا معاك، وعرفنا الحقيقة يعني ازاي تعدوا بقى بازمه منتصف العمر مع شريك الحياه، وامسكوا في بعض زي ما قال دكتور وليد هندي. تعالوا نطلع.